بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان Creative Writing and Modifying VBA Code for Beginners، يعني كتابة وتعديل الأكواد بتاعة الـ VBA Visual Basic for Applications بطريقة إبداعية Creative، والكلام ده للمبتدئين. هنكتب مع بعض. واحد ما كتبش أكواد VBA قبل كده وعاوز فكرة يكتب بيها أكواد الـ VBA من غير ما يكون عنده خبرة كبيرة، أو عند حضرتك خبرة بأكواد الـ VBA ولكن الفكرة اللي هنعرضها إن شاء الله تكون مفيدة يعني ونافعة. هنكتب كود زي اللي في الصورة معانا ده كده اللي تحت ده، ونبدأ مع بعض إن شاء الله على بركة الله. طبعا بندعوكم للاشتراك في القناة. الفيديو ده فيه شغل كتير، فيه شغل يعني فيه مجهود بذلناه عشان نحضر الفيديو ده، فيعني ما تضيعش علينا المجهود ده بعدم الاشتراك في القناة، بعدم مشاركة الفيديوهات. حاول تدعمنا بما تستطيع. يلا نبدأ على بركة الله. هنفتح ملف الاكسل عادي خالص اهوت. هنعمل اول كود معانا. انا هروح على المطور وهبدأ اسجل ماكرو. ركز معايا كده، المطور ده لما مش موجود عند حضرتك ممكن اي مكان في اي يعني في اي شيت من الشيتات اللي معايا دي، اي مكان فارغ كده اضغط كليك يمين واعمل تخصيص الشريط، او اضغط على فايل وبعدين نروح على الاوبشنز بتاعت الاكسل، ولما تروح على الاوبشنز تختار تخصيص الشريط ده وتشيك على ديفلوبر او المطور اللي هو ده. لو ما عليهوش علامة صح اضغط على علامة صح دي وبعدين اعمل موافق. خلاص كده هيظهر معاك المطور اللي هو معانا ده اللي هو الديفلوبر، وهتروح على تسجيل ماكرو. لاحظ انا هعمل ايه. تسجيل ماكرو هيبدأ يسجل لي ماكرو اسمه ايه. الماكرو ده هسميه تجميع، تمام، تجميع البيانات او تجميع القيم اللي هنعملها حالا. ممكن تكتب وصف للماكرو ده او مش مشكلة الوصف حاليا. طب تعالى نكتب برضو جمع ثلاث قيم. خلاص حلو، خلاص نعمل موافق. اول ما تعمل موافق فبيظهر لك هنا علامة ايقاف التسجيل، يعني هو دلوقتي بيسجل وفي اي وقت تضغط على ده هيعمل ايقاف للتسجيل. هروح على A1 واضغط عليها كده اعمل لها سيلكت، دي اول خطوة خد بالك، وهكتب فيها اي قيمة، وهروح ل B1 واعمل لها سيلكت واضغط واكتب فيها قيمة، واروح ل C1 واعمل لها سيلكت هي كمان اضغط عليها يعني اعمل لها سيلكت واكتب فيها قيمة، تمام، وبعدين اروح على D1 وهكتب يساوي خلاص A1 زائد B1 بلس C1 يبقى التلاتة زائد زائد زائد. خلاص كده وبعدين اضغط انتر احددهم التلاتة واخليهم بولد. خلاص بس كده اروح على المطور واعمل ايقاف التسجيل. ايه اللي انا عملته ده؟ انا عملت حاليا كود اسمه تجميع هيتم اضافة تلات قيم 55 في A1 و55 و44 وبعدين يجمعهم في D1. تعالى نحذف ده كله واروح اشغل الكود بتاعي. ماشي معايا خطوة بخطوة من وحدات الماكرو. هلاقي هنا في كود اسمه تجميع، هضغط على تشغيل. اول ما ضغطت تشغيل أضاف لي هنا 55 وهنا 55 وهنا 55 وهنا المجموع بتاعهم أو 54 قصدي، وبعد كده عاملهم بولد، تمام. طب أنا عرفت الكلام ده إزاي أو أعرف أتحكم فيه إزاي؟ تعال نروح لوحدات الماكرو والكود اللي اسمه تجميع ده أروح أضغط على تحرير، هيفتح لي الفيجوال بيزك. حلو خالص فور أبلكيشنز أهوت، ماشي ده التطبيق بتاع الفيجوال بيزك. هنا بيقول لي اول حاجه انت عملتها عملت له رينج A1 دوت سيلكت، يعني انت سلكت الخليه A1 وبعدين حطيت الفورمولا R1 C1 بتاعها 55، دي القيمه بتاعتها لو عاوز تعدلها عدلها من هنا. الرينج B1 عملت له سيلكت بعد كده، دي الخطوه اللي بعد كده، تمام، وعملت القيمه بتاعتها 55 هي كمان، وبعدين الرينج C1 دوت سيلكت يعني سلكتها عملت لها تحديد، والاكتف ده خليته الاكتف سيل حاليه خليها ايه 44. طيب خلينا نعدل دي ونخليها 55 هي كمان، او خليها 100 مفيش مشكله هعدل انا فيها اهو. وبعدين D1 دوت سيلكت يعني سلكت D1 وعملت لها ايه الكات كوبي مود اللي انا لما عملت يساوي يعني عشان ما هنشتغل في
كوبي مدة، وبعدين عملت الفورمولا سير بتساوي، خد بالك، ار سي سالب 3 وار سي سالب 2 وار سي سالب 1، يعني الخلية اللي قبلها ب3، تعال نروح لها كده عشان نشوفها هنا، الخلية اللي قبل الدي 1 ب3 سالب 3 وسالب 2 وسالب 1 اللي هم الثلاثة دول، عملت ايه بقى معاهم؟ تعال نروح تاني للكود، ماشي، عملت لهم ده تجميع بتاعهم الرينج دي 1 ل اي 1 دوت سيلكت، سلكتهم تاني وعملت الفونت بتاعهم بولد يساوي ترو. خد بالك بولد ترو دي انا ممكن اكتبها هنا فولس اف اي، بس بالانجلش طبعا فولس كده، وتبعد عنها بس كده فهتتحول للون الازرق، ده دليل ان الكود مكتوب معايا صح. هنا انا عاوز اكتب ان انا اللي عامل الكود ده، فانا طبعا ده تجميع ماكرو ثلاث قيم، ده اللي هو وصف الكود، انا هحذفه من هنا وهكتب هنا تصميم، تعالى حتى نكتبها من اول رينج هنا، اضغط انتر كده واكتب تصميم، بس انا عاوز اكتبها طبعا بالعربي، هكتب اسمي واحط يعني كود، كود مفرد كده عشان اكتب تعليق، اكتب تصميم، التصميم الاوله او الكود الاوله كود مفرد ده بيكون عبارة عن تعليق ما بيتحسبش في الكود، ما بيتمش مهما كتبت هنا، ده بيكون وصف للكود، تصميم ابراهيم محمود مرسي. وبعدين هنبعد عنه كده، هيظهر باللون الاخضر، اخضر ده يعني ده تعليق ما بيتحسبش في الكود، ده بس عبارة عن شرح ليه او تنبيه كده او كومنت يعني. خلاص هنعمل ده، خد بالك انا عدلت هنا، عدلت القيمة دي خليتها 100 والبولد خليته فولس يعني ما عادش بولد. تعال نشوف كده، هأحذف كل ده المرة دي، هحذف العمود نفسه وهروح هنا من الشريط الرئيسي من حذفه. خلاص انا واقف في اي مكان وهقول له لو سمحت من المطور شغل لي الماكرو اللي اسمه تجميع، ممكن تضغط عليه دبل كليك هيشتغل او تعمل تشغيل. كتب 55 55 و100 وجمعهم وما عادش بولد، خلاص اهو في الشريط الرئيسي القيم دي ايه، مش بولد كده، بولد كده مش بولد، ماشي، بخط عادي يعني مش غامق، تمام. طيب خد بالك من اللي انا هعمله التالي، انا هنا هبدأ اعمل كود تاني وهيحصل مشكلة حالا، بس ركز معايا. الكود ده انا واقف هنا في A4، هروح على المطور وهبدأ اسجل ماكرو تاني، والماكرو ده هسميه مجموع، خلاص، ومش كاتب له وصف ولا اي حاجة، وهبدأ هنا على طول مباشر بدأ يسجل، هكتب هنا 2 وهنا 5 وهنا كمان 5، وهبدأ هنا أعمل معادلة صم، هكتب يساوي صم وافتح القوس ونعمل سيلكت للثلاثة دول كده وبعدين انتر واعمل لهم سيلكت تاني وبعدين اخليهم ايتاليك مائل، ماشي كده خلاص، وابعد عن الخلية وبعدين اروح على المطور ونعمل ايقاف التسجيل، هحذف ده كله ونبدأ نشتغل تاني. خد بالك من اللي هيحصل حالا من الشريط الرئيسي، طبعا هحذف من هنا، وانا واقف هنا، انا واقف فين؟ في دي 9 10 دي 10، ماشي، وابدأ اروح على المطور واقول له لو سمحت شغل لي اللي هو مجموع، اللي هو ايه؟ مجموع الاخراني تشغيل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حط لي اول قيمة في دي 10 والقيمة التانية في بي، ايه ده، ايه اللخبطة دي؟ طب انا خلينا نحذف تاني كل ده، هقف في ايه 2 واقول له شغل الماكرو اللي اسمه مجموع تشغيل، حطيلي الاتنين هنا وخمسة وعشرة، ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل ان انا في اول الماكرو ما عملتش سيلكت للخلية دي. طيب انا اعدل التعديل ده ازاي وانا ما عنديش خبرة بالفي بي ايه؟ تعال نروح على وحدات الماكرو واروح على مجموعة ده واروح على تحرير، هيفتح لي الفي بي ايه، تمام. تعال نحذف كل الكومنتس دي مش عاوزها. هنا في اول الكود الاولاني اللي هو كان اسمه تجميع، فاكر اللي فات كان اول خطوه فيه الرينج بتاع A1 دوت سيلكت دوت ايه سيلكت، يعني حدد لي A1،
هاخد دي كنترول سي كده واروح هنا في الكود ده، نضغط انتر في الكود ده اللي هو مجموع، مفيش هنا سيلكت، هو دخل على طول اكتف سيل الحاليه اكتب فيها 2، فمهما كنت انت كنت واقف في اي حته في الشيت هيروح يكتب فيها 2. يبقى انا لازم اعمل هنا ايه؟ اعمل سيلكت للخليه دي الاول. يبقى انا نسخت ده، انا نسخت الرينج A1 ده، وهقف هنا واعمل كنترول V اللي هو لصق، بس مش هعمل A1، انا هنا B4 وC4 وD4. يبقى ده A4 اللي انا عاوزها، ايه الخليه اللي انا عاوزها يروح يقف فيها في الاول، اللي هي ايه؟ تعال نشوف كده، اللي هي دي الA4 اللي هي هنا دي. تمام، نروح للكود تاني ونخليها A4 بس كده. طب الكود بتاعي في ايه؟ A4 اكتب فيها 2، وبعدين سيلكت للB4 واكتب فيها 5، سيلكت للC4 اكتب فيها 9، اهو اتعدلتها، وبعدين اعمل الكات مود، كاب مود ده، وبعدين سام لRC سالب 3 لRC سالب 1، يعني قبلها بثلاث خلايا قبلها بخليه واحده، ماشي. وبعدين اعمل سيلكت للرينج بتاعي كله، واعمله بعد كده ايه الفونت بتاعه ايتاليك اللي هو مائل، وبعدين ترو، وبعدين نروح اعمل سيلكت للدي 7. انا ممكن اشيل دي كمان مش عاوزها، ولا خلينا نروح بعيد عنها. خلاص انا عدلت الكود بتاعي كده، اعمل اغلاق، انا خد بالك مش بعمل حفظ. وبعد كده هروح على وحدات الماكرو وعلى مجموع، هضغط على دبل كليك. انا النهارده واقف فين؟ في دي 6، خد بالك دي ايه؟ دي 6، ماشي. هتتعدل، هتتصلح المشكله، ايوه هتتصلح، هضغط دبل كليك على مجموع، اتصلحت المشكله، اكتب لي هنا 2 5 9 وجمعهم الثلاثه. طيب فيه كمان يعني فكره جميله للكود، تعالى يعني برضو نعرضها سريعا كده ان شاء الله. انا حاليا عندي هنا الماكرو الاولاني بتاع تجميع اللي هو بيكتب في الثلاث خلايا الاولانيين دولت الصف الاول، والماكرو الثاني اللي هو بتاع مجموع اللي هو بيكتب في الخلايا اللي هو في الصف الرابع ده، ماشي. انا عندي من الصف السادس مثلا للصف من 5 ل 15 دول عاوز اكتب فيهم، تعالى حتى نعمل لهم، ماشي، من 5 ل 15 دول كده عايز اكتب فيهم 555 كلهم مرة، ومرة تانية احذفهم. تعالى نعمل الكود الجميل ده، ماشي، ونربطه باشكال كمان. يبقى هعمل هنا، هروح على المطور وهروح على تسجيل ماكرو وهسميه كتابة، بالعربي اهو كتابة، ماشي، ومش هعمل له وصف، موافق. هحدد من A5 لA15 لحد الE15 كل ده، يبقى دي الخطوة الأولانية سيلكت هتلاقيها مكتوبة دلوقتي، وهكتب فيه 1 2 3 خمسات وكنترول انتر، وبعدين أعمل إيقاف التسجيل. تمام، يبقى أنا لو حذفت ده كله وضغطت على وحدات الماكرو وقلت له كتابة لو سمحت كتابة، هيكتب لي الخمسات دي، حلو كده. طيب انا عاوز اعمل ماكرو تاني، اهو تسجيل ماكرو، وهسميه حذف، موافق. الحذف ده هعمل ايه؟ هروح اعمل سيلكت، هو حاليا بيسجل طبعا للنطاق ده اللي فيه بيانات ده، وهضغط على ديليت مره واحده وهروح بعيد عنه، بس انا عملت ثلاث خطوات، سيلكت وديليت وبعدين رحت بعيدت عنه، وبعدين ايقاف التسجيل. تمام، هنا هعمل شكليه. طيب تعالى نشوف الماكروز بتاعتنا الاول، من وحدات الماكرو من هنا كتابه وحذف، اي واحد فيهم ادخل عليه واعمل تحرير. ادي كتابه، تعالى نحذف ده كله، الوصف ده، الكتابه فيه ايه؟ بيقول لي رينج من A5 لE15 دوت سيلكت سيلكشن دوت فورمولا 3 5، خلينا نخليهم 3 8 او 4 8، ماشي انا عدلته. الكود بتاع الحذف ها اللي هو اللي تحت ده، رينج من A5 لE15 دوت سيلكت، اعمل له ايه؟ كلير كونتنتس، ماشي، كلير كونتنتس يعني احذف كل المحتويات، نظف المحتويات خليها نظيفه خالص الرينج ده، وسلك على F15 يعني نروح بعيد عنه، خد بالك الكود ده بيختلف عن الكود ده،
تمام، هنحذف. انا خد بالك عملت هنا 4 8، هعمل اغلاق لده، هرسم شكلين من ادراج انسيرت، هروح للرسومات التوضيحيه دي. طبعا على حضرتك ممكن تكون في مكان تاني لان بستخدم اصدار اوفيس ممكن يكون مختلف عن اللي عند حضرتك. هرسم هنا كده ماشي، وهكتب فيه هنا كلمه كتابه، وننسقها بس تنسيق بسيط وسريع كده في المنتصف، ونكبر الخط بتاعها كده بعد ما نحدده طبعا. ومن تنسيق اغير الشكل ده، خليه بالشكل ده، وتأثير الاشكال سريعا بس كده، خلينا نعمل له توهج باللون ده. خلاص دي كلمة كتابة، وهاخد منها نسخة، نسخ، هكتب هنا حذف. هنا في كتابة هضغط كليك يمين واعمل تعيين ماكرو، وتعيين الماكرو ده هخليه على الماكرو بتاع كتابة بس كده، موافق. وفي حذف هنا كليك يمين واروح اعمل تعيين ماكرو، واقول له اعمل له اربطه بالماكرو بتاع حذف، عشان ما اروحش كل شوية اضغط على المطور واضغط على وحدات الماكرو وادور على الماكرو ومش عارف ايه. لا مش هعمل الكلام ده، امال هعمل ايه؟ بمجرد ما تضغط على كتابة هتتكتب البيانات، ومجرد ما تضغط على حذف هيتم حذف البيانات، وتضغط على كتابة هتكتب البيانات، تضغط على حذف يتحدث في البيانات. ولو عاوز تعمل الشغل ده في شيت تاني، بص حضرتك كليك تضغط على كنترول من لوحة المفاتيح، وبعدين تضغط على كتابة وتضغط على حذف. انا كده حددتهم هما الاثنين ماشي، وهعمل لهم نسخ واخدهم معايا في اي شيت تاني. ورقة فاضية هي التانية، انا يعني انشأت ورقة جديدة او شيت جديد، وتعمل هنا كنترول في حذف كوبي يعني لصق للاثنين دول. اول ما تروح على كتابة هيكتب لك البيانات، وحذف هيحذف لك البيانات، كتابة حذف، وهكذا. ممكن تربط اي كود باي يعني شكل من الاشكال، او بصورة او باي يعني شيب كده للبيانات اللي عند حضرتك. انا اسف طبعا وبعتذر لان الفيديو طول مننا غصب عننا، ولكن في معلومات قيمة يا ريت تدعمنا بمشاركة الفيديوهات، شارك المعلومات ديت، ادعمنا بكل ما تستطيع، واكتب لنا في التعليقات تعليق داعم ومحفز. بنشكر طبعا كل اللي بيعلق وكل اللي بيحاول يتواصل معانا وكل اللي بيدعمنا بالمشاركات والمشاهدات واللايك والشير. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، انتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله ومعلومات قيمة ان شاء الله. ويعني إلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.